شوف الكرة ليو يرجع الدفاع دي ماريا عكس الهجوم مسعود أوزيل وغونزالو إيغوين يلعب كرة رونالدو هجمة خطيرة رونالدو بيكي وجه لوجه رونالدو يمر بضربة جزاء الحكم يعطي ضربة جزاء بينو أغلى عنديدو شوف الكرة والضربة جزاء لا نقاش فيها تدخل بيكي واضح واضح وفاضح ضربة جزاء قرار سليم من أونتيانو مالينكو البداية نارية مدريدية مشاهدينا الكرام رونالدو وحده وحده أغلى أندادو ب 94 مليون يورو يمر أمام جيرار بيكي وجه لوجه رونالدو لسجل 7 أهداف في 7 مباريات في الكلاسيكو الأخيرة قد يأتي بالثامن هذه المرة يتقدم نجم الكرة ويمشي رونالدو جول وحده وحده دائرة التورنادو يطير كريستيانو الرهيب كريستيانو رونالدو العجيب هو مرعبهم هو مفزعهم كل مرة يكسر الجرة الأقدام البرتغالية تعانق العالمية هدف رونالدو يا سادة للمرة الثامنة كالعادة العب يا فتاك اتكلم يا غازي الشباك هو معذبهم كل الكلام شوية على رونالدو الأحلام الريال بثوب الأبطال الليلة بالفعل يطلب اللعب هنالك مخالفة بوسكيتس ولا تمر دفاع وعكس الهجوم لديماريا ديماريا يحاول المرور امامه جول رونالدو جول الريال الليلة بثوب الأبطال احكم يا الملك بحكامك في الكتالونيا انت سلطانك الريال مدريد مشاهدينا الكرام بالسيمفونية المدريدية شيء كبير يا عمري رونالدو وحده هو التورنادو كريستيانو الرهيب رونالدو العجيب سجل يا مرعبهم العب يا مفزعهم في كل مرة رونالدو يكسر الجرة قلت مشاهدينا الكرام دي ماريا في البداية ورونالدو في النهاية والشباك الكتالونية هي الضحية اتسلطن يا امبراطور ومتع الجمهور قلت يا مشاهدينا ما كيفك حد يا رونالدو شيء عجب يا كريستيانو والله الحراس تخاف منه يا ناس هو رونالدو أكبر قناص تسونامي مدريدي مشاهدين على الشواطئ الكتالونية الله الله على الريال هذه الليلة الكبيرة لأنخيل ديماريا أكيد الذي سيغادر إما ديماريا أو مسعود أوزيل في حالة وصول كاليخون بالرأس فران زلزال في ملعب الكامب نو قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فران هو السلطان ينهي على أحلام برشلونة في هذه الليلة المضمونة لريال مدريد مشاهدينا الكرام ماذا يمكن أن نقول يطير فران القدير هدي ريال مدريد يا متحدي أنت بالفعل السلطان وتحكم بحكامك في هذا الزمان ريال مدريد مشاهدينا الكرام يحييكم ويمسي عليكم بأحلى سيمفونية وبأجمل رأسية فرنسية في هذه القمة النارية وإيش الليلة يا مورينيو إيش الليلة يا مشاهد أسخن يا عمار راموس بدون رحمة على ليو ميسي ليو كريستيان تيو جوردي ألبا ألبا إنيستا والبا جول
الكتالوني يرجع في المباراة بهدف واحد. إلى حد الآن يرضي جماهيره في هذا الحضور. كرة من لمدريا من أندرياس إنيستا واليسارية من جوردي ألبا تغارت المتمرس دياغو لوبيز. هذه هي الكرة اللي يبحث عليها برشلونة في الانترفال في العمر.